ضمن الماضي يعني. تتذكروا كنا انتهينا اللي هو باستعراض كيف بيصير عملية discharge rate على السيجنالايز intersection لما تكون الإشارة حمراء وخضر وأصفر. وأيضا حكينا إنه في جزء في البداية اللي هو مع بداية الحركة مع بداية الضوء الأخضر، هذا الجزء اللي هو راح يكون عبارة عن وقت ضائع لأنه ما وصلنا للفول discharge rate. وأيضا في الجزء الأخير اللي هو في نهاية الضوء الأصفر، وإذا كان أيضا ضوء أحمر هو أيضا وقت ضائع. فهذا في بنسميه start up lost time، وفي عندنا الوقت الأخضر اللي هو الوقت الغير مستغل من الفيز. وما تبقى من الفيز سميناه اللي هو effective green time. Effective green time هو the time the vehicles are actually in motion. يعني الوقت اللي المركبات فعلا بتكون في حالة حركة، على افتراض انه لو اخذنا طبعا لو كان الكيرف الاصلي اللي هو هذا هو الكيرف الاصلي، وعدد المركبات اللي بتحركت حتقدر يعرف كم عدد المركبات اللي تحركت من الكيرف. من ناحية رياضيا يعني كم number of vehicles discharged، total number of vehicles discharged بخلال هذا الفيز. شو تمثل على الرسم؟ معي انتو؟ أحمد أو حذيفة أو أمال؟ لا تساوي اللي هو الاريا اندر ذا كيرف، يعني شوفوا الواي اكسس الريت اوف ديسشارج، الريت اوف ديسشارج يعني اللي هو مثلا فيكلز بير فيكل بير سكند او يعني بير سكند، وهذا عباره عن سكندز، هون سكندز. الاريا اندر ذا كيرف اللي حاصل ضرب الاكس والواي تعطينا اللي هي فيكلز نمبر اوف فيكلز ديسشارج، فالتوتال نمبر اوف فيكلز موفد اللي هو الاريا اندر ذا كيرف. ومثل ما حكينا المحاضره الماضيه لو كان عوضنا محلها اللي هو يونيفورم اريا وذ فول ديسشارج ريت اللي هو ساتوريشن فلو ريت، وكم هذا العرض اللي هو الزمن، هذا الزمن هو الفعلي كانه هو الزمن اللي هو الافكتيف اجري اللي سميناه الافكتيف اجري، وما تبقى من الفيز اللي هو اللوست تايم. فبالتالي اللوست تايم يساوي الاكتوال جرين تايم زائد اليلو تايم اللي هي تاو ماينس الافكتيف جرين تايم، هذا هو اللوست تايم. او الافكتيف جرين تايم اذا عدنا ترتيب المعادله، الإفكتيف جرين تايم تساوي الأكتوال تايم زائد اليلو تايم ماينس اللوست تايم لكل فيز. هذا الكلام لكل فيز. هذه المعادلة بدنا نستفيد منها الآن. نبدأ في المتغيرات الخاصة بالتصميم. أول شيء اللي هو السايكل. This is the cycle length. Using Webster's formula أو Webster's method the optimum cycle length اللي هو المينيمم ولا هو الماكسيمم، the most appropriate cycle length اللي هو تساوي 1.5L، L اللي هي total lost time، هذه هي حساب total lost time. total lost time تساوي lost time لكل فيز مجموعهم على عدد الفيزز زائد ال all red، هذا ال R اللي هي ال all red انوجد. فنرجع مرة تانية، الـ optimum cycle length equals to 1.5 multiplied by L which is the total lost time زائد 5 divided على 1 minus Y I. هذا الـ Y مش تجريل، هذا الـ Y اللي هي الـ Q over S ratio أو الـ V over S ratio اللي هي saturation ratio حسب ما سميناها المحاضرة السابقة.
وهذه ال Q over S إذا بتتذكروا خلينا أفرجيكم. كان عندنا مثال افتراضي طبعاً. لو كان عندنا مثلاً هذا الفيزز، فكان ال Q over S لهذا الفيز اللي هو 0.4، والكريتيكال Q over S لهذا الفيز كانت 0.23، والكريتيكال Q over S لهذا الفيز كانت 0.36. فإذا كان عندنا 3 phases مثل ما هم مبين عندنا، فبدي أجمع هاي زائد هاي زائد هاي، هذه هي المقصود فيها بالـ Q over S. أوكي؟ الآن هذا من يعني بداية التصميم اللي هو هون بهذه المرحلة. رح يطلع معانا جواب. بدي تنتبهوا معاي لمجموعة من الأمور الخاصة بهذا بهذا المعادلة واللي هي السايكلينج. أول شيء رح يطلع معنا كسور، فبالتالي السايكل لينث بدنا نقربها، وبقربها لأقرب 5 أقرب 5 seconds. فالجواب مثلا ممكن يطلع عندي 82 seconds على فرض. إذا طلع معي من هذا بهذا الشكل، ما في عندي 82، ما في عندي 81 ولا 83 ولا 84. لازم تكون مضاعفات الخمسة، مضاعفات الأسرة في ناس بيستخدموا، بس الأكثر دارج اللي هي مضاعفات الخمسة. فإذا إذا جواب طلع عندي 82، عادة بكبرها لأكبر من هذا الرقم، فبالتالي بستخدم 85. واضح لحد الآن؟ كمان هذا الجواب ممكن يطلع عندي الرقم صغير أو الرقم كبير حسب القيم الـ L والـ Y. المينيمم عندنا 35 seconds، والماكسيمم مفروض يكون عندنا 120 seconds. ممكن إذا اضطريت أزيدها لحد 150 ثانية. طيب لو طبعاً إذا كانت نادر ما تطلع أقل من 35 ممكن، لكن نادر إذا طلعت أقل من 35 بسيطة بتثبتها على 35 seconds. لكن إذا طلعت أكبر من 120، إذا طلعت أكبر من 150، أحياناً راح تشوفوا بالأمثلة بالأسئلة ممكن تطلع عندك مثلاً 500 seconds. في عندنا سايكل طوله 500 seconds يا جماعة. لا أكيد. أكيد لا، ما في. طيب شو عمل؟ مين اللي حكى، بتول ولا أمال؟ أمال. أمال. يا أمل. طيب أوكي، طلعت عنا طبعا ممكن جدا، وأنا متأكد بالتجارب الأولى لأي واحد منكم راح يعملها راح يطلع معنا أرقام هيك غريبة شوي، بجوز 1000 أحيانا، ويعني أرقام كبيرة لا يمكن استخدامها. طيب ممكن تفكري معايا يا أمل شو ممكن أعمل؟ أول شيء بدنا نتفكر هذا معناها في إشي غلط، في إشي غير مناسب. حتى نفهم طب ليش كبر الرقم، نطلع نرجع للكسر. الرقم شو اللي بيخلي هذا الكسر كبير؟ إما L كبيرة أو Y كبيرة، مزبوط؟ لأنه بالمقام واحد ناقص رقم كبير، فبالتالي بتصغر هذا المقام والنتيجة إنه الكسر بزيد. نيجي للـ L، كيف ممكن أصغر الـ L؟ أمال أو أي واحدة يعني، أي واحد يعني موجود. نرجع مرة تانية، شو الـ L؟ هاي الـ L عفواً، هاي الـ L. Summation of lost time لكل phase زائد الـ ORED. كيف ممكن أصغر قيمة الـ L؟ بخلي قيمة الـ R. قيمة الـ R، طيب تتذكر الـ R ليش بنستخدمها؟ ليش بنستخدم الـ R يا أمان؟ الـ ORED يعني ليش بنستخدمها؟
إذا كان إذا بتتذكروا من المحاضرة السابقة، إذا كان نتيجة حساب اليلو تايم أو change and clearance إذا كانت طلعت أكبر من خمسة، إذا كانت أكبر من خمسة طبعاً هي لازم تكون عفواً لازم تكون أقل أو تساوي خمسة، إذا كانت طلعت أكبر من خمسة ما تبقى منها بحوله لأورد، وحسابياً هذه المسافة الآمنة أو الوقت الآمن لعبور للمركبات لعبور التقاطع. فكيف بدي أغير أر؟ ما بقدرش أغير أر بسهولة لأنه أصلاً هي المسافة اللازمة للآمنة للمركبات حتى تعبر أو تقطع الطريق أو التقاطع. مش سهل إني أغير قيمة أر. غير هيك كيف ممكن؟ طب كيف ممكن أقلل الـ L؟ هذا الترم هون summation of Li، الـ L نفسها لكل فيز ما بقدر أتحكم فيها، loss time لكل فيز كم الوقت اللازم للمركبات حتى تبدأ تنطلق والوقت المتبقي من الفيز من بآخر اليلو تايم اللي فعلياً كأنه ما فيه إنما مركبات، برضو هذول الأمور ما بقدر أتحكم فيهم. لكن كيف ممكن أتحكم فيها؟ بتحكم بعدد الفيزز. وإحنا حكينا المرة السابقة in order to minimize delay we need to minimize the number of phases، بستخدم minimum number of phases يعني تقاطع بده ثلاثة فيزز، إذا بستخدم أربعة فيز إله ممكن لكن بزيد الديلي. Therefore اللوس تايم بقدر اتحكم فيه من خلال minimizing the number of phases. لكن نيجي للموست كريتيكال، نعمل اللوس تايم له دور لكن حقيقة الموست كريتيكال اللي هي الواي اي. كل ما كبر الواي اي، الواي اي اللي هي كيو اوفر اس اللي هي saturation ratio، كل ما كبر الواي اي يعني انا استنفذت من الساتوريشن كم استنفذت من الساتوريشن. بطبيعة الحال إذا الترافيك فوليوم بستنفذ نسبة كبيرة من الساتوريشن إذا بده وقت green time أو cycle time طويلة حتى تقدر تستوعب هذا العدد الكبير من المركبات اللي approaching الساتوريشن. فكيف ممكن أقلل الواي آر؟ وهذا هو الكريتيكال الشيء الكريتيكال عندي. شو رايكم؟ انت يا جماعة حدا يساعدنا كيف ممكن أقلل الواي آي؟ الواي آي نرجع للمثال الافتراضي اللي أنا أعطيتكم إياه. أوكي. عندنا هذه الفيز الأولى على سبيل المثال، وهي الفيز الثانية، وهي الفيز الثالثة. أوكي. الآن الكريتيكال واي اي كانت 0.4 لهذه الفيز، والفيز الثانيه 0.36 والفيز الثالثه 0.235. لو جمعناهم 0.4 0.7 0.9 اكثر من واحد مجموعهم. مظبوط يا جماعه؟ تبعوا معي. راح يطلع 0.9 اكبر المجموع اكبر من واحد، يعني over saturated. لو عوضنا في المعادلة، شوفوا يا جماعة شو بصير لو عوضنا في المعادلة. عوضوا هنا في المعادلة أكبر من واحد. شو بصير عنا؟ لو عوضنا هنا مثلا في المعادلة هاي 1.1 شو بصير؟ الرقم سالب.
رقم سالب، ولو الرقم هذا الجواب بالتايم والتايم لا يمكن يكون سالب. فبالتالي هذا أكبر مؤشر إنه في إشي مش مزبوط، بالحاجة إنه أعيد التفكير وأشوف شو اللي ممكن أعمله. نرجع للمثال اللي عنا طبعاً مرة تانية، هذا مثال افتراضي مش مثال يعني قد يكون مناسب لكل شيء لكن افتراضي. ليش نرجع ليش هذا الرقم كبر؟ هذا 0.4 رقم كبير، وهذا 0.36 وهذه 0.235. لما نتشاركت هذه الفيز هنا عندي 2 لين جروبس، لين جروب الأول ولين جروب الثاني. أوكي، بأخذ الأعلى منهم اللي هو 0.36. نيجي للفيز الأولى نفس الشيء، طبعا هنا لين جروب واحدة إذا بتذكروا، لأنه في عندي الشير مشترك ما بين الثرو من المسطبين، فبالتالي ما بقدر أفصلهم هنا، ما بقدر أفصل. طيب لو أنا غيرت الفيزز، لو خليت الفيزز كالتالي، الفيزز خليتها الفيز الأولى هاي مع هاي مع بعض، هذا فيز واحد، والفيز الثانية ليفت، طبعا الفيز الثالثة ما هي أصلا لوحدة ما عندي مشكلة. وحتى الفيز الثانية طلع يا جماعة شو بدي أعمل، بدي أعمل هيك، يعني الليفت من الويست باوند والرايت من النورث باوند، عفوا الليفت من الايست باوند والرايت من النورث باوند، يعني سمحت بالحكمة طبعا. والفيز الرابع الثالثة هذه الثانية، والفيز الثالثة بتصير انه الليفت والثرو وحتى الرايت ما في معنى انه ماشي. شو بصير عندي الواي اي بلان؟ هذه الفيز What is the critical yi؟ الآن عندنا طبعاً للثرو والرايت عندهم 0.4 وللثرو 0.36، مين الكريتيكال؟ 0.4. الآن الفيز الثانية الليفت الإيست باوند ليفت 0.25 والرايت النورث باوند رايت 0.35، which one is more critical؟ 0.25. الآن نيجي إلى هذول الثلاثة 0.235.22.167، وحقيقة طبعاً الكريتيكال 0.1.235، بس أصلاً هذه 0.235 أصلاً ما هي مشت هون بالفيز، هون بالفيز الثانية، بالتالي مش هي الكريتيكال حقيقة، الكريتيكال راح تصير 0.22. بيجمعوا 0.4 0.2 بيطلع عندي 0.82.84. لما غيرت الفيزز غيرت الواي اي، مظبوط. طيب ليش، طب شو عملت بالفيزز لما حتى قللت قيمه الواي اي؟ اذا بتلاحظوا اذا في كان في عندي امكانيه اني اجمع الأرقام الكبيرة مع بعض في فيز واحدة بدون طبعاً بدون ما يكون في خطأ، والأرقام الصغيرة مع بعض، بالتالي هذا بعطيني تلقائياً راح يقلل المجموع الكلي. فأنا شو اللي كسبته؟ الـ 0.4 مع الـ 0.36 جمعتهم مع بعض في فيز واحدة لأنه ما في كونفليكت بينهم، اللي هي الفيز الأولى، الفيز الأولى هاي. فتلقائيا الـ 0.36 صارت مضمونة بالـ 0.4. كذلك الأمر استفدت من الـ left 0.25 مع الـ right من الـ northbound لأنه بيقدروا يمشوا مع بعض بفيز واحدة بدون أي conflict بينهم، وبالتالي جمعت الـ 0.25 مع الـ 0.235 واختصرت شوية من المجموع الواي وطلع عندي النتيجة 0.8. الآن لو أجي للمعادلة وأعوض محلها 0.84
بالتأكيد راح يطلع معي رقم معين بغض النظر كم هو. لأن هذا الرقم ممكن يكون كبير أيضاً أو صغير، لكن ممكن جداً يكون رقم مغري. بالتجربة إذا كان عندنا أربع فيزز، إذا كان الرقم بقرب على 0.8 بيكون المجموع أو الحاصل الواي حاصل حسبة هذا المعادلة الكسر بيطلع الرقم كبير شوي. كل ما زاد عن 0.8 كل ما كبر أكثر. لما نوصل 0.9 راح بالتأكيد راح السايكل راح تطلع كتير كبيرة، وبالتأكيد لو كانت أكبر من واحد بيطلع السايكل نيجاتيف، وهذا فيه خطأ طبعاً، ما فيه عنا سايكل نيجاتيف. إذا كان الصميشن of yi بين 0.6 و0.8 بيكون النتيجة جداً معقولة لا كسايكل نيجاتيف. تمام هيك يا جماعة؟ متابعين معي؟ تمام دكتور. الآن حسبنا السايكل، نرجع للأساسيات اللي إحنا بدنا إياها. هذا السايكل لكل الفيزز، 3 أو 4 فيزز. حكينا كمان اللوست تايم، هذه معادلة اللوست تايم. أنا بدي الـ effective green time هو اللي بدي أوزعه ما بين الفيزز، مش lost time. lost time هذا إشي تاني يعني. فبالتالي الـ total effective green time تساوي الـ cycle minus الـ lost time. لو طرح من الـ cycle الـ total lost time، والـ lost time مثل ما حكينا عبارة عن مجموعة الـ summation of L زائد الـ R، فما تبقى من السايكل هو التوتال افكتيف جرين تايم، يعني الوقت اللي فعلا المركبات بتكون او تتحرك من خلاله. يعني مره ثانيه هذا هو اللي بدي اوزعه بين الفيزز. كيف بدي اوزعه بين الفيزز؟ بنسبه تتناسب مع الترافيك فوليوم، او اذا بدنا نكون اكثر دقه بنسبه تتناسب مع الساتوريشن ريشيو لللين جروب. بالتحديد بهذا الشكل كل فيز حصتها من الإفكتيف جرين تايم تساوي الواي آي لهاي الفيز على مجموع الواي آي الكلي للفيزز الكلية، طبعا مضروبة بالتوتال إفكتيف جرين تايم للسايكل. هذا الإفكتيف جرين تايم لكل فيز، لكن أنا ما بصمم إفكتيف، أنا اللي بحطه بالشارع مش الإفكتيف، الأكتوال. لو أعدنا ترتيب المعادلة، وين المعادلة تبعتنا؟ هاي المعادلة هون. لو أعدنا الترتيب وطلعنا الأكتوال برا المعادلة، وهذا اللي إحنا بنشوفه بالميدان بالشارع، وبالتالي بتصير المعادلة كالتالي: الأكتوال جرين تايم للفيز الأولى تساوي الإفكتيف جرين تايم للفيز الأولى زائد اللوست تايم ماينس التاو أو اليلو تايم. طبعا هذا بيكون التاو أو اليلو تايم، الجواب بنقربه، طبعا راح تطلع معنا كسور أحيانا، بنقربه لأقرب 0.5 seconds أو 1 second مثل ما بتحبوا، 0.5 seconds أو 1 second. ما بنتركها بعشار مثلا الجواب 0.1 0.2، لا بنقربها من ناحية عملية either ل 0.5 or 2 1 seconds. الآن طبعاً بنعمل نفس الشيء لكل الفيز. إذا كان عندنا 4 فيز على سبيل المثال، كل فيز بنحسب لها ما مجموع أو حاصل ناتج الأكتوال جرين تايم. الآن شو اللي صار عندنا؟ حسبنا السايكل، وحسبنا بالمحاضرة السابقة اللي هو اليلو تايم، واليوم حسبنا اللي هي الاكتوال جرين تايم. الان خليني ارجع للاكتوال جرين تايم. الاكتوال جرين تايم حاصل اول شيء يبدا من الافكتيف، وهذا الافكتيف بيطلع لنا مثل ما انتم شايفين كسر، بيطلع لنا 10، بنضيف عليها اللوست تايم زائد بنطرح منها اليلو تايم، بيطلع عندي جواب، الجواب بالعشر، فبالتالي بقربه
إما بقربه للأعلى أو للأسفل مثل ما بتشوفوا أنت مناسب. لأن قد يحدث أنه نتيجة التقريب يعني واحد ممكن يقرب مثلاً عندنا طلع عندنا 26.4، واحد ممكن يقربها ويقول أنا هذه 27، واحد ممكن يقربها ويكون هذه لا 26، ممكن جداً. وهكذا ممكن يحدث مع أي فيز من هدول الفيزز. فالنتيجة النهائية اللي راح تطلع معي كالتالي، السايكل أنا حسبتها نفترض 100 ثانية، واليلو تايم حسبته لنفترض 3 seconds، والأكتوال لكل فيز حسبته وجمعته، الأكتوال للفيز الأولى والثانية والثالثة والرابعة. طب السايكل شو تساوي يا جماعة؟ السايكل تساوي مجموع الأكتوال زائد التاو زائد الأولريد، طبعاً إنه وجد الأولريد. قبل ما أنهي طبعاً هنا أنا خلص أنهيت باعتبار أنهيت التصميم وأوجدت الجرين تايم، لأنه أوجدت اليلو تايم والسايكل والجرين سبلت. الآن قبل ما أنهي وأقول إنه ختمت، لازم أتأكد إنه ما زال المجموع الكلي للسايكل اللي هو الأكتوال زائد اليلو زائد الأولريد، لازم ما زال إنه يساوي السايكل لينك. ليش؟ لأنه نتيجة التقريب هون يا جماعة قد يصبح في عندي شوية خلل زيادة أو نقصان. يعني السايكل اللي أنا بديت فيها 100، نتيجة التقريب ممكن يصير عندي 101. مرة تانية ما في عندي سايكل 101، بزبطش، لازم تكون مضاعفات الخمسة. لو كانت عندي السايكل 101 ببساطة أنا في عندي زيادة 1 seconds بختصر من أي فيز من الفيزز، وممكن أفرجيكم الآن في المثال اللي راح نحكي. هذا مثال موجود عندنا في الكتاب. عندنا هذا الانترسكشن، هذا الانترسكشن عندنا البيك أور فوليوم وعندنا البيك أور فاكتور، وعندنا الابروتش A وB وC وD. وإذا بتلاحظوا إنه كل الابروتش الجيومتري نفس الجيومتري، عندنا اكسكلوسيف ليفت وعندنا ثرو رايت شير من كل فيز من الفيزز، ومعطينا بيدستريان إز نيجليجبل حتى ما ندخلش في حسابات بيدستريان اللي راح نشرحها لاحقا. أنا لما بدي أصمم مثل ما اتفقنا ما بصمم على البيك أور فوليوم، بصمم على الديزاين hourly volume. لو قسمت كل رقم من هدول الأرقام على البيك أور فاكتور بعطيني الديزاين hourly volume اللي هو هذه الأرقام النهائية اللي ظاهرة عندنا اللي بدي أصمم على أساسها. يعني الـ 25 لما أقسمه على 95.95 بصير 26، 222 بتصير 234، والـ 206 بتصير 217، نتيجة تقسيمها على البيك أور فاكتور and so on. فإذا بدي أصمم لهذا الديزاين أورلي فوليوم. الآن أول شيء بدي أعمله اللي هي بدي أختار الفيزز. الفيزنج ممكن أول شيء الواحد يفكر في أبسط أنواع الفيزز، إنه كل أبروتش تاخذ الفيز الخاص فيها. يعني A تاخذ فيز كاملة اللي هي ليفت وثرو ورايت، وبي تاخذ نفس الشيء ليفت وثرو ورايت، وهكذا. هذا ابسط انواع الفيزز، وهذا هو اللي المثال عمل مشى فيه. هذا الفيزز، الفيز A اللي هي الايست باوند ليفت وثرو رايت، وحسب اللين جروب يا جماعه عندنا ثلاث مسارب، عندنا اكسكلوسيف ليفت فتلقائيا الاكسكلوسيف ليفت باخذ لين جروب لوحده، تبقى عندنا ثرو رايت وفي عندنا شيرد لين ما بينهما، وبالتالي لا يمكن فصل لين جروب، فالمسربين عندهم 1 لين جروب. وهذا هو اللي صار، انه عندنا 1 لين جروب اللي هي اكسكلوسيف ليفت، واللين جروب الثاني عباره عن 2 لينز من ثرو اند رايت. نيجي للساتوريشن، طبعا هاي معلومات هو ما اعطينا اياها بالسؤال. الساتوريشن فلو ريت اللي هي حاصل فك المعادلة هذه الطويلة،
حاصل فك هاي المعادلة. طبعاً ما دخلناش إحنا في التفاصيل، لكن الساتوريشن فلو ريت اللي هو راح يكون معطينا إياه في السؤال left 1615 بيكلز بير اور، والثرو والرايت إذا بتلاحظوا 3700. 3700 هدول لمسربين، يعني بالمتوسط كأنه كل مسرب 1850 تقريبا. فإذا الليفت 1650 والثرو والرايت اثنين مع بعض المسربين 3700، مش المسرب الواحد لا، مجموعهم اثنين. فلو فبالتالي لو هذا 1850 والثاني 1850 إذا مجموعهم 3700. نفس الشيء لكل لين، لكل فيز أخرى ولين جروبس حسب ما هي ظاهرة عنا. الفيز بي اللي هو الوست باوند الثرو والرايت مسربين والساتوريشن لهم 3700 والليفت مسرب و1615. ونفس الشيء السي نفس الترتيب ودي نفس الترتيب، الاكسكلوسيف ليفت لوحده والثرو والرايت لوحده. الآن نتحدث في عمليات الحسابية، ومعطينا أيضا هو اللوس تايم لكل فيز 3.5، ومعطينا ما في داعي للأورد. مسحنا بين أول الحسابات ما في داعي للأورد. إذا كم اللوس تايم، طبعا كم فيز عندنا أربعة فيزز، كم اللوس تايم التوتال لوس تايم عندنا أربعة فيزز مضروبة بكل فيز 3.5، إذا التوتال لوس تايم بير سايكل اللي هو 14 سكندز. نيجي لهون هذه الشغلة الكريتيكال، إذا تجاوزناها يكون تصميمنا مناسب. الآن كل فيز بدي أشوف كيف الكي أوفر أس للين جروبس. عند الفيز الأولى بذكركم الفيز A، هاي الفيز A عند اللين جروب الأول اللي هو هو مرتبه إنه الليفت، واللين جروب الثاني اللي هي ثرو والرايت. طيب نيجي الآن لين جروب الأول اللي هو الليفت، والديزاين أورلي فوليوم على الليفت يا جماعة هيو 234، 234 على ساتوريشن 1615 بتاع ساتوريشن ريشيو 0.145. نيجي للين جروب الثانية، لين جروب الثانية what is the volume عندنا 488 زائد 488 لأنه اللين جروب من المسربين، فبنشوف الترافيك فوليوم على المسربين مع بعض، فبيطلع عندنا 976 على 2 lanes والساتوريشن لل 2 lanes 3700. بتطلع عندي ال YI أو ال Q over S ratio 0.264. كونهم هدول الاثنين بتشاركوا بفيز واحدة two lane groups. Which one is the critical lane group؟ طبعا الأعلى. بطلع عندي 0.264. نفس الشيء للفيز بي، تماما نفس الشيء بديش أستعرضها. فعندنا اللين جروب الأول كانت 0.183 واللين جروب الثاني 0.084، طبعا الكريتيكال بين التنتين 0.183. وخلينا نشوف الفيز سي، الفيز سي اللي هو هون عندنا الليفت وعليه 26 والثرو والرايت مجموعهم اللي هي 79 زائد 115. نيجي للليفت 26 على 1615 بيطلع عندي 0.016، بينما الثرو والرايت مجموعهم بيطلع 194 على 3700 بيطلع عندي 0.052. طلعوا الرقم صغير بس يعني بالنهاية هذا هو الفلمان. الفيز دي عندنا الشيء المميز بالفيز دي انه الليفت عالي نوعا ما، بس يعني بالنهاية بدي احسب له، فبالتالي الليفت لمسرب واحد والثرو والرايت مسربين مع بعض مجموعهم بيطلع عندي اللي هو
322 على الثرو والرايت على 3700 بيطلع 0.087، وعندنا هون 371 على 1615.23 وبالتأكيد الكريتيكال 0.23. هون المثال مرتب وجاهز بحيث انه الارقام تطلع ما فيش فيها مشكله. الان لو جمعنا الواي اي من الاربع فيزز بيطلع لنا مجموع 0.264 زائد 0.103.05 بيطلع عندي 0.729. واضح ان 0.729 رقم كتير منطقي، مش عالي، معقول، راح يطلع اظهر معنا بالنتائج. الان بحسب السايكل لينك حسب المعادله، اللوس تايم 14 اللي هو حاصل ضرب اربع فيزز كل فيز 3.5 سكند، 14 زائد 5 على 1 ماينس سميشن اوف واي اي بيطلع عندي 95.1. مثل ما حكينا ما في كسور في السايكل، والسايكل لينكث لازم تكون دائما مضاعفات الخمسه. خلينا احنا نتفق مضاعفات الخمسه مش ضروري العشر. فاذا هذا الرقم بدي استخدم سايكل 100 سكندز، مش 59، مش 95 و9، 100 سكند. ليش؟ لان بدي اقربها المضاعفات الخمسة. الآن total effective green time عندنا السايكل 100 ناقص اللوست تايم 14 عندنا 86. هذا ال 86 اللي بده يتشاركوا فيه الأربع phases حسب هاي المعادلة. الآن المقام، مجموع المقام اللي هو مجموع هدول ال y i اللي هو 0.729. الآن بدنا نوزع هذه الفيزز لكل فيز. الفيز الأولى طبعاً الأكتوال جرين تايم أول شيء تساوي الإفكتف زائد اللوس تايم ناقص 3 اللي هي اليلو تايم 3 سكندز. إذن عندنا الأكتوال جرين تايم للفيز A تساوي الكريتيكال واي آي اللي هي 0.264 على summation of yi 0.729 multiplied by total effective 86 زائد 3.5 lost time minus 3 yellow time بيطلع عنا الجواب 31.6 بالتحديد. 31.6 طبيعة الحال قربناها ل 32 ثانية. الفيز B نفس الشيء بيطلع عنا الجواب 22.1 بالعشر تلقائيا نقربها ل 22 سكندز مثل ما اتفقنا، ما بدناش كسور. الفيز الثالثة بيطلع عندي 6.6 سكندز. إذا بتلاحظوا ال 0.052 رقم كثير صغير، فطلع عندنا الجرين تايم أيضا صغير 7 سكندز، طبعا يقرب ل 7 سكندز. الفيز دي طلع لنا الجواب للمعادلة 27.6 وقربت ل 27 سكندز اللي هو ظاهر عندكم. واحد ممكن يكون طب ليش 27 بدنا نقربها ل 0.6 نقربها ل 27؟ قربها ل 28 قربها ل 28 ما في مشكلة. يعني انت في البداية اجتهد بالتأكد انه مناسب. الآن بدي انا أبدي بعض الملاحظات بالنسبة للإجابات النهائية للتوسط. طبعاً المفروض أن التصميم الآن انتهى. أول شيء انتبهوا هون، أنا عندي هذا الرقم كثير صغير. Green time طلع بالحساب أو بالتقريب 7 seconds. والسبب نرجع للفيز C. شوف الفيز سي، الأرقام كتير صغيرة على الفيز سي، 26 على مسرب و 79 و 115 على مسربين، فبالتالي أرقام صغيرة نتج عنها إنه حاجتها من الجرين تايم قليل. أحياناً بتكون الأرقام كتير صغيرة، ما هو أقل شيء ممكن؟ طب طلع الجواب عندي 4 seconds.
لو طلع هيك بهذا الشكل، هل ممكن أعطي green time 4 seconds؟ عمركم حدا منكم شاف green time بهذا القصر؟ أكيد لا. أوكي. مين بعرفش إذا حدا منكم لاحظ the shortest green time في نابلس؟ منكم أو في أي مكان؟ وين؟ أنا أعطيكم واحد مكان بجوز مش بالضرورة يكون أقل واحد أقل green time، بس يعني هو قليل كتير. بتعرف وين التقاطع اللي في وسط رفيديا عند حلويات أبو صالحة اللي بروح الجامعة واللي بطلع طلعة الليبلة وشارع رفيديا؟ في منكم انتبه الجرين تايم المخصص لطلعة بليبلة أو الحالة هاي نزلت بليبلة، تعرفوا هالمكان؟ يا جماعة بتعرفوا هذا المكان التقاطع؟ اللي منها بس مفروض يعرفوا. في حدا بيعرف هذا المكان؟ طيب على كل الجرين تايم للفيز لشارع بليبلة كثير قليل، قد يصل الى 7 سكندز. ريجاردلس المينيمم، خلينا نتفق المينيمم جرين تايم ايش ما يطلع الجواب، المينيمم جرين تايم 7 سكندز، وهذا اكثر شيء متداول عالميا. مينيمم جرين تايم 7 سكندز. لو طلع لنا اقل من هيك ما بزبط، لانه فور سيفتي ريزنز. كمان بعد ما أخلص من تصميم الإشارة بدي أتأكد أنه ما زال تصميمي مناسب. كيف؟ شو المقصود بالتصميم المناسب؟ بدي أتأكد من السايكل تبعت تطلع في الحساب. فأولويز تشيك the final cycling. عندي الجرين تايم 32 و22 و7 و27 ويلو تايم 4 في 3 12 مجموعهم طلع عندي 100. نيجي لو هذا ال 27 و8 قربناها ل 28 مثل ما هو اي واحد منا ممكن يعمل، فشو بصير عندي؟ هذه صارت 28. شو بصير عندي مجموع السايكل؟ 101. ما في عندي سايكل 101. Therefore I need to check before I close the design واتاكد انه طيب شو اعمل؟ 101 في عندي ثانيه زياده ببساطة ممكن أطرحها من أي فيز من الفيزز، بس أنا بقول تقربوش على هاي، هاي كتير صغيرة. يعني ممكن مثل ما 28 أخليها 27، 32 أخليها 31، أي واحدة منهم ما بتفرق كتير من وين، من أي فيز أخذ هذا. لكن اللي بيفرق إنه الجواب النهائي للسايكل المفروض يكون مضاعفة الفيز. طبعاً والسايكل طبعاً هي حسابها اللي summation of green زائد summation of yellow زائد summation of all red and wood. طيب شو في عندي خيارات للديزاين للفيزز؟ انا صممت بناء على هذا الفيزنج. وطلع معي هاي جواب كويس. طيب هل ممكن يكون عندي في تصميم اخر؟ طبعا اكيد. هل في تصميم احسن من هذا؟ طيب خليني انا اعطيكم تصميم بديل. هاي عندنا الديزاين اورلي فوليوم النهاية، and الفيزنج اللي بدي اعملها كالتالي. الفيز الاولى الاكسكلوسيف ليفت مع بعض ايست ويست، والفيز الثانية بالثرو الرايت من الاتجاهين ايست ويست، والفيز الثالثة اكسكلوسيف نورث ساوث ليفت، ونفس الشيء هون. هون عندنا الساتوريشن للليفت 1615 والساتوريشن للثرو والرايت 3700 لكل فيز من الفيزز. الان هذا هو عندنا الفيزنج. الان شو بصير النتيجه عندنا؟ شوفوا شو بصير النتيجه اعاده ترتيب الجدول. هيك صار الجدول عندنا. الفيز الاولى الايست باوند ليفت حاصل قسمه ال 234 على 1615 بيطلع عندي 0.145. الويست باوند ليفت بيطلع عندي 0.084. من مين الكريتيكال؟ 0.0145. الفيز الثانية اللي هو الثرو والرايت من الايست والويست مع بعض حاصل
الكريتيكال اللي هي 0.264. الفيز الثالثة اللي هي نورث والساوث ليفت مع بعض طلع عندي 0.23. الفيز الرابعة الايست والويست مع بعض اللي هي 0.0 طلع عندي الكريتيكال 0.087. إذا طلعت عندي الكريتيكال 0.8. لو جمعناهم 0.726. إذا بتتذكروا في المثال السابق كانت 0.729. طبعا 0.726 أقل، كل ما كان الواي آي أقل كل ما كان التصميم أفضل. طبعا مع أنه الفرق كثير بسيط، بس يعني أنا بحكي عن المبدأ. شوفوا شو صار النتيجة، يعني بس بهالشوية أعشار بدل 0.726 0.729 وطنا في السايكل تطلع لنا حاصل الكسر أو معادلة السايكل تطلع عندي بلزمني 95 seconds. قللت السايكل بخمس ثواني which is better. الفرق مرة تانية مش كبير، بس على الأقل كطريقة أنا فرجيتكم كيف ممكن أنا أغير في الديزاين وممكن أعطيني نتائج أفضل. وشو في عندي خيارات أخرى يا جماعة؟ ممكن الفيزنج تكون كالتالي. طبعاً خلينا أول شيء نرجع ليش قلت الـsummation of yi. إذا بتلاحظوا أنا جمعت الكبار مع بعض والصغار مع بعض قدر الإمكان، يعني هون جمعت الـ 0.264 مع الـ 0.18، وهون أنا وعن ما هدول أرقام مش كبيرة جمعتهم مع بعض. المشكلة كانت عندي هون ما استفدتش منها، لكن هون أيضا أرقام صغيرة مع بعض جمعتها واستفدت منها، لكن كانت المشكلة الأكبر اللي عندي رقم North Bound Left مثل ما حكيت لكم هذا الرقم كتير عالي مع South Bound Left عالي مع واطي. طبعا الرقم العالي هو يتحكم، فبالتالي هنا هذا ما ساعدتني، بس هذا اللي بين إيدينا الآن. ممكن حتى أعيد ترتيب الموضوع الآن، ممكن أخلي الفيز الأولى بهذا الشكل، الفيز الثانية الفيز الثالثة ما أفصلهم، أخلي الساوث باوند كله مع بعض فيز واحدة، وهذه واحد اثنين ثلاثة، وأكمل الفيز الرابعة نورث باوند مع بعض. أنا ما جربتها، بس بالاطلاع على الأرقام راح تعطينا نتائج لسه أفضل، ممكن تجربوها بالبيت وتشوفوا. الآن طبعا إذا عرفنا، يعني إذا عرفنا السايكل الأمور بتصير ببساطة، بوزعها بنفس الطريقة اللي استخدمت قبل شوية في توزيع green time between the phases. هل عنده أي سؤال قبل ما ننهي؟ إحنا طبعا بالطريقة هاي خلصنا تصميم الإشارة، باقي شغلة واحدة إنه كيف أتأكد للمشاة؟ نتأكد هل التصميم مناسب للمشاة، وبنتي تصميم الإشارات الضوئية على الأقل بطريقة ويبستر. كيف عند أي سؤال؟ أوكي، ما عندكمش أي سؤال؟ يعني نراكم هسا. أنا بطبق، خليني أسألكم سؤال. التوقيت واضح إنه عدد الحضور كتير قليل، طبعاً في الشعب الأولى لسه شبه معدوم والشعب هون قليل. أنا حطيت موعد بديل للشعب الصباحية من الأربعة للخمسة. هل يعني أنتوا لو تمت الشعب من الأربعة للخمسة راح تحضروا الشعب الصباح العشرة ولا راح تحضروا الشعبة الأربعة؟ لا راح نحضر هاي دكتور. أوكي. بالنسبة لي. للبقية العشرة برضو بتقول بدها تحضرهم على العشرة. أوكي خلاص تمام. إذا بنبقى الموعدين كما هم. بس المشكلة إنه محاضرة العشرة اللي عندكم، يعني أنا ليش بسأل؟ يعني المرة هاي خمس طلاب وعلى فترات ما كنا عايزين نخلو.
المرة السابقة أعتقد 6 أو 7 طلاب من المحاضرة السابقة. واضح إن الحضور كتير قليل، وبالتالي الفائدة يعني أنا متأكد الفائدة راح تكون محدودة لأبعد محدود من الطلاب اللي ما بحضروش. من الصعب جدا فقط يعني يكتفي بالتسجيل يفهم كل شيء. على كل يعني هذا الخيار لكم، نتمنى من الطلاب يعني ان شاء الله. دكتور بدي أسأل.